شحنة تحتوي على مواد مشعة خطيرة اخترقت بريطانيا، والبريطانيين اتهموا بشكل مباشر إيران بأنها هي خلف هذه المسألة وهي من تقف خلف إرسال هذه الشحنة الخطيرة للغاية. الأمر تطور بشكل مثير في 48 ساعة الماضية من قبل ذصان البريطانية، كانت أولى الصحف التي نشرت تفاصيل هذا الأمر الخطير. بعدها جاءت The Mirror البريطانية، The Telegraph، The Guardian البريطانية، جاءت تفاصيل كثيرة، تصريحات كثيرة من مسؤولين لم يصرحوا باسمهم، وحتى مسؤولين في الاستخبارات أيضا تحدثوا عن هذه المسألة. ما الذي جرى يا ترى؟ أولا بأن هنالك طردا كان يحتوي على مواد مشعة وهي من مادة اليورانيوم، في طرد وفي الطرد يوجد هنالك يورانيوم، وبأن هذا الطرد أساسا قد تم وقد أنشئ في باكستان، وبعد ذلك قد انتقل مباشرة إلى عمان وإلى مسقط تحديدا، وبعد ذلك جاءت رحلة جوية نقلت هذا الطرد مباشرة إلى بريطانيا، إلى لندن تحديدا في مطار هيثرو، وضبطها طبعا البريطانيون مباشرة ووجدوا بأن في هذا الطرد هنالك يورانيوم، وبعدها دخلوا في مرحلة إنذار كبيرة. وذصان البريطانية أكدت بأن هذا التطور كان قد تم في 29 من ديسمبر الماضي، أي نهاية الشهر الماضي، نهاية العام الماضي، وهذا يعني بأن هنالك تكتما كبيرا من بريطانيا مع وصول هذا الطرد، وأنهم الآن بدأوا بكشف هذه المسألة. كذلك الخبراء قد صرحوا لذصان البريطانية وأكدوا بأن هذه المواد من الممكن صناعة من خلالها صناعة قنبلة قذرة، من الممكن أن تستخدم في المملكة المتحدة، وبالتالي هم أدرجوا هذا الأمر بأنه أمر إرهابي خطير. أين هي إيران في هذه المسألة؟ القصة كلها تبدأ من باكستان، إيران غير موجودة. المشكلة بأن البريطانيين طبعا تتبعوا إلى أين متجه هذا الطرد، وبشكل واضح هنالك عنوان لإحدى الشركات الإيرانية التي تعمل في المملكة المتحدة، وكما تحدث ذا تلغراف البريطانية بأن هذه الشركة تمتلك عددا من المقرات في بريطانيا، بالإضافة إلى ذلك بأن البريطانيين لم يلقوا القبض على أي أحد ولم يسموا أساسا اسم هذه الشركة، وهذا يوضح بأن هذه الشركة التي نتحدث عنها أو الأطراف أو الأفراد الموجودين في هذه الشركة هم عبارة عن الضحية، هم كانوا الضحية، أي بما معنى بأن الضحية مباشرة عند تسلمه لهذا الطرد يفتح هذا الطرد، وبعد ذلك تنتشر هذه المادة المشعة الخطيرة التي طبعا نتحدث عنها والتي يتواجد فيها اليورانيوم بكمية ليست بالكبيرة كما تحدث The Guardian البريطانية، وإنما بكمية قليلة ولكنها خطيرة في نفس الوقت. والبريطانيين هنا بدأوا يتهمون مباشرة إيران بأنها هي من دبرت هذا الأمر وهي من فعلت وجعلت الأمور تأتي بشكل غير مباشر من باكستان بهذه الطريقة، خاصة وأن إيران سبق وأن هددت الأطراف المعارضة للنظام الإيراني، الأطراف التي تدخلت أو تتدخل بشكل مستمر في التظاهرات المشتعلة في الداخل الإيراني. إحدى أهم هذه الأطراف طبعا هي قناة إيران انترناشنال، التي تقول إيران بأنها ممولة من المملكة العربية السعودية، وأساسا هذه القناة هي متمركزة في بريطانيا، وسبق لإيران أن أعلنت وهددت بشكل واضح، وتحديدا من الحرس الثوري الإيراني هددوا عددا من الصحفيين الموجودين في بريطانيا ولاحقوهم، بل أن أيضا البريطانيين والصحافة البريطانية مؤخرا قد تحدثت بشكل واضح بأن هنالك أكثر من 10 محاولات قتل واختطاف كانت قد تمت من قبل مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني موجودة في بريطانيا، وهذا ما دفع مباشرة أن يكون الحديث بشكل واضح ورسمي بأن بريطانيا في الفترة القادمة هي متوجهة لفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني. طبيعة العقوبة هي إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب، وهذا يعني بأنها ستنضم للولايات المتحدة ولكندا من طبيعة الدول التي أدرجت هذا الجهاز المهم للغاية الذي تعتمد عليه إيران في الكثير من التفاصيل. وإدراج بريطانيا للحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب يعني بشكل مباشر قيادتها لأوروبا بأكملها أن تضع وتدرج
الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب، خاصة وأن هنالك عملية انتهاكات لحقوق الإنسان كما يراها الغرب تجاه هؤلاء المتظاهرين. هنالك عمليات إعدام مستمرة. إحدى هذه الأمور وإحدى هذه القرارات جاءت على مزدوجي الجنسية من البريطانيين، طبعا بريطاني إيراني أحدهم. طبعا تم إعلان عملية بأنه سيعدم في حقيقة الأمر بسبب ارتباطه بالاستخبارات البريطانية كما أعلنت إيران، وبالتالي هنالك شحن كبير جدا. وهذا ما وجدت طبعا الصحافة الأوروبية والصحافة الغربية، بأن إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب من بريطانيا ومن عدد من الدول الأوروبية سيؤثر على مسألة العودة للاتفاقية النووية. إيران تخصب اليورانيوم بنسبة عالية، ألا وهي نسبة 60%، بالإضافة إلى ذلك إلى أن الانزعاج الأكبر من أوروبا بأكملها من إيران هي في مسألة التدخل في الحرب الروسية الأوكرانية، متدخلة بشكل كبير بطائراتها المسيرة، تقارير عن إمكانية إرسالها للصواريخ البالستية، وبالتالي هم يرون بأن إيران تواجههم في أوكرانيا، خاصة وأنهم يواجهون روسيا في الداخل الأوكراني من خلال تقديم الدعم للأوكرانيين للدفاع عن أنفسهم كما يرى طبعا الناتو. وبالتالي الأمور خطيرة للغاية، هم يريدون إغلاق الطريق تماما على إيران، لا يريدون إيران أن تستمر في عملية إرسال أسلحتها لروسيا، وأيضا في نفس الوقت يريدون أن تبقى بيلاروسيا نقطة للتفاوض مهمة بين الأوكرانيين وبين روسيا، ولكن هذا الأمر لم يتحقق. فبيلاروسيا طبعا فيها تحشيدات كبيرة، روسيا منخرطة طبعا في هذه الحرب، هي التي ابتدأت هذه الحرب بشكل واضح كما يعتقد البعض، إيران مشتركة في هذه الحرب، كوريا الشمالية بتقارير أمريكية أكدت بأنها ترسل الأسلحة أيضا للروس في هذه المعركة، وبالتالي الأمر معقد للغاية. وهذا يعني بأن هنالك ضغطا كبيرا قادما على إيران بسبب هذه التطورات واحتقان العلاقة بينها وبين بريطانيا، خاصة وأن روسيا الآن مع كل هذه المساعدات التي تحصلت عليها فجأة بدأت تتقدم بشكل كبير في شرق أوكرانيا وفي إحدى المناطق المهمة، ألا وهي إقليم دانييتسك، وتحديدا في المعركة الكبيرة التي تخوضها في باخموت. وهذه مسألة مهمة تزعج الغرب كثيرا، إذا ما حاولنا أن نلقي نظرة على إحدى المقاطع المهمة الآن لكي نرى ما الذي يجري من إحدى المقاطع التي نشرت في 24 ساعة الماضية من قتال كبير يأتي في منطقة سوليدار التي كان هنالك إعلانا من سرية فاغنر المعروفة التي تخوض هذه المعارك هناك بأنهم قد سيطروا عليها. وزارة الدفاع الروسية قالت أمرا آخرا بأن هنالك جيوب للمقاومة فيها، وبالتالي عندما ننظر إلى هذا التصوير فالتصوير هو قادم من طائرة مسيرة أوكرانية صورت عملية الاقتحام لسرية فاغنر الروسية التي تؤدي أداء كبيرا في سوليدار واقتحمتها فعلا. وتوضح هنا هذه الطائرة المسيرة كيف أن عناصر فاغنر، وستلاحظون هنا كيف أنهم يتقدمون بهذا الشكل. لاحظ هؤلاء هم العناصر، واضحة جدا الصورة كيف أنهم مخترقين لهذه المنطقة وكيف أنهم يتحركون إلى الشمال. يجب أن نركز على هذا المقطع لأننا سنأخذ صورتين، مقطعين، لقطتين من هذه المقاطع من أجل أن نحدد أين تتواجد سرية فاغنر، وهل فعلا هم سيطروا على سوليدار أم لم يسيطروا عليها، لأن هنالك خلاف حول هذه المسألة. دعونا الآن نذهب مباشرة لنأخذ هذه اللقطات التي نتحدث عنها أو المقاطع التي اقتطفناها التي من خلالها تمكننا من عملية تحديد الموقع. وبالتالي إذا ما توقفنا عند هذه الصورة على سبيل المثال وأخذنا اللون الأخضر لكي نحدد هذا الموقع، سنلاحظ بأننا أمام عدد من النقاط المهمة. سنلاحظ بأننا أمام هنا المبنى الأول، وهذا هو المبنى الثاني الذي يأتي بشكل مميز للغاية، وهذا مبنى ثالث، وهنا المبنى الرابع، وهذا هو الخامس، وهذا هو السادس، وأيضا نحن أمام مبنى أزرق مهم للغاية، بجنبه مبنى سقفه طبعا باللون الأحمر، وأيضا هنالك مبنى كما تلاحظون يأتي سقفه أيضا بالأزرق، ليس واضحا 100%. كانت هذه أفضل لقطة التقطناها لهذا المقطع، وبالتالي نحن أمام علامات واضحة جدا مع تحرك قوات فاغنر بهذا الاتجاه. أيضا لقطة أخرى مهمة، دعونا نأخذ هذه اللقطة لكي نحددها. سنلاحظ بأننا من هذه اللقطة التي جاءت بعد اللقطة التي رأيناها وحددناها، نلاحظ أن هنالك مبنى يأتي بهذا الشكل. دعونا نعود مرة ثانية لهذه اللقطة. إذن الصورة تأتي بهذا الشكل الذي ترونه. إذن هذا هو
المبنى الآخر، وهنالك مبنى صغير ومبنى كبير، هنا فراغ مسافة ويأتي مبنى آخر، وقوات وسرية فاغنر كانت تتحرك بهذا الاتجاه. إذن لنتجه إلى القمر الصناعية الآن مع تحديد هذه المسألة. هنا دانييتسك وهنا لوغانسك، وهذه هي المسألة الكبيرة التي تجري، أن القوات الروسية فجأة بدأت تتقدم. إذا ما ذهبنا مباشرة إلى باخموت كما تلاحظون، هذه هي باخموت، هذه هي سوليدار، ولنبحث عن العلامات التي رأيناها مثل هذا النوع من المنازل، سقف أحمر سقف أزرق، مثل هذه المنازل تبدو وكأنها موجودة في الجزء الأخير من سوليدار، وتحديدا إذا ما اقتربنا من هذه المنطقة سنلاحظ بأن نوعا ما بأن هنالك نوعا من هذه المنازل المتشابهة، مثل هذا المبنى الذي سقفه أحمر وهذا المبنى الذي سقفه أزرق. بالاقتراب بهذا الشكل لنتوقف هنا، سنلاحظ بأننا أمام المبنى الأول وهذا هو المبنى الثاني الذي تحدثنا عنه المميز للغاية، الثالث الرابع والخامس وكذلك يأتي بعدها السادس بهذا الاتجاه. بالتالي نحن أمام تطابق، هنا المبنى الأزرق والمبنى الأحمر والمبنى الأزرق الآخر، وبالتالي نحن أمام تطابق من اللقطة الأولى. اللقطة الثانية طبعا يبدو بأن هذا المبنى هو المتطابق معها، خاصة مبنى صغير مبنى عال، وهذا يعني بأن التحرك لسرية فاغنر في هذا التصوير الذي صورته طبعا الطائرة المهمة طائرة المسيرة الأوكرانية يوضح بأنهم يتحركون بهذا الاتجاه. أين هو هذا الاتجاه يا ترى؟ دعونا نوضح بأن ونأخذ فكرة عن طبيعة هذا التحرك. التحرك واضح بأنهم يتحركون راجلين يمشطون هذه المنطقة للوصول إلى هذه النقطة. قد يكون الوصول لهذا المبنى الكبير الذي ترونه لأنه يكون مفيدا لعملية الرصد للقنص وغيرها، وبالتالي النظر لهذه المنطقة وما تبقى منها. هذا هو الجزء الأخير من سوليدار الذي ترونه بالاعتماد على المقطع الذي تحدثنا عنه. وطبعا هنالك مصدرا أوكرانيا كما تلاحظون وهو Ukrainian Patriot News كان قد حدد بأن سوليدار فعلا التقدم يأتي بهذا الاتجاه، ولكن سوليدار ليس هنالك سيطرة تامة في هذه المنطقة. أيضا بالأخذ بعين الاعتبار كما تحدثنا بأن وزارة الدفاع الروسية كانت قد قالت بأن لا زال هنالك جيوب للمقاومة في هذه النقطة. بغض النظر تبدو أن الأمور منتهية لقوات فاغنر تحديدا في هذه المنطقة، لأن قوات فاغنر لديها خبرة كبيرة جدا في عملية القتال مقارنة بالقوات الروسية نفسها. هذه السرية تحديدا لديها تجربة كبيرة في اليمن في مالي، وأيضا لديها تجربة في أفريقيا الوسطى، وصدق أو لا تصدق حتى في ليبيا لديها تجربة، لديها عزم ولديها الخبرة الكبيرة. وعلى هذا الأساس واضح جدا بأن الأمور بدأت تنتهي، إن لم تنتهي في اللحظات التي نتحدث عنها الآن. وبالتالي هنا يجب أن نلاحظ بأننا أمام مسألتين مهمة، ألا وهي سكة الحديد الممتدة من سيفريسك إلى سوليدار إلى باخموت، وأيضا هذا الطريق الذي ترونه وهو طريق مهم للغاية يمتد من باخموت كما تلاحظون ويرتبط بمناطق مهمة هنا تحت سيطرة روسيا إلى كراماتورسك. القوات الروسية طبعا وما جاء بحسب معهد دراسات الحرب الآن ونحن نتحدث عن هذه القوات بأن جماعة فاغنر اقتحمت فعلا سوليدار، وأيضا تمكنت من السيطرة بحسب نفس المعهد الذي ذكرناه لكم، سيطرة على هذه المنطقة ألا وهي كراسناغورا، وبعد ذلك تمكن من السيطرة أيضا على هذه المنطقة ألا وهي باراسكوفيفكا. هذه المنطقة أيضا وقعت تحت سيطرة القوات الروسية، بل إن القتال قد اقترب من منطقة أخرى هي منطقة مهمة جدا يسيطر عليها الأوكرانيين وهي منطقة برخيفكا هنا بهذا الاتجاه. وبالتالي بدأوا شيئا فشيئا القوات الروسية التقدم باتجاه هذه المنطقة وتطويق باخموت هنا من الشمال كما تلاحظون، وهذا يعني أن القوات الروسية فعلا الآن سيطرت على سكة الحديد الممتدة من سيفريسك ولن يتمكن الأوكرانيين من القيام بأي إمدادات، وكذلك بأنهم أيضا سيطروا على هذا الطريق على الأقل على المستوى الناري من عمليات الاشتباك مع الأوكرانيين. بالتالي لن يكون هنالك إمكانية للأوكرانيين أيضا بعملية إرسال الإمدادات لباخموت للاستمرار في الدفاع عن هذه المنطقة. بدأت تطوق هذه المنطقة، وواضح أن القوات الروسية أمام خيارات جيدة هي السيطرة على هذه المنطقة المرتفعة والسيطرة بعد ذلك على برخيفكا التي تحدثنا عنها، خاصة وأن هنالك نوعا من
الوادي أو المياه بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه، وهذا ما يفتح فرصة كبيرة للقوات الروسية هنا وتحديدا فاغنر أن تخلق نقاط دفاعية استراتيجية مهمة لن تتمكن بسهولة فيما بعد القوات الأوكرانية من عملية السيطرة عليها، وبالتالي هم يخلقون ثباتا كبيرا في هذه المعركة. وهذا تطور كبير، القوات الروسية لها فترة كبيرة وهي تتراجع في هذه المعركة التي نراها، تراجعوا كثيرا في خيرسون في عدد من المناطق الكبيرة، الآن هم يتقدمون بعد الكثير من الأمور التي تطورت بالنسبة لهم. وبالتالي الآن باخموت التي نتحدث عنها فجأة الآن تجد نفسها بين فكي كماشة، فجأة أمام ضغط من هذا الاتجاه، سيطرة وإحاطة بهذا الاتجاه مع ضغط أيضا من الشمال وأيضا من الجنوب، بدأت تحاصر والقوات الأوكرانية قد تكون أمام خيارات ضعيفة من أجل البقاء في هذه المنطقة، أما أن تبقى وتتحمل هذه المعركة وبعدها تتم إبادتها إن لم يكن هنالك إسنادا جيدا، أو أنها تنسحب لتعزيز الدفاعات الموجودة في المناطق، وخاصة أن هنالك قوات النخبة المهمة الأوكرانية في هذه المنطقة وحتى سوليدار، طبيعة الدفاع الموجودة فيها هي من اللواء 46 المحمول جوا أوكرانيا يقاتل، قد أيضا يضطر للانسحاب لتعزيز الدفاعات لإبطاء الهجوم الروسي المستمر. وبالتالي الوضع فعلا صعب وخطير للغاية مما يأتي على القوات الأوكرانية في هذه المعركة والتقدم للقوات الروسية. وهنا تأتي المسألة المهمة بالنسبة للتطورات التي تأتي مع إيران في هذه المعركة الكبيرة، هم يريدون إنهاء وضع إيران، وهذا الدعم الكبير لإبطاء مسألة التقدم الروسية أو إمكانيات روسيا في الشتاء في توجيه ضربات عنيفة للغاية على البنى التحتية تهدف من خلالها روسيا على تعزيز فرصها في الهجوم على طبعا إحدى النقاط المهمة ألا وهي العاصمة المهمة للغاية وهي عاصمة باخموت، أو عفوا العاصمة الأوكرانية وهي العاصمة كييف. وبالتالي هنا كانت هنالك مناورات كبيرة مستمرة بين بيلاروسيا وروسيا، بل إن رويترز أيضا كانت قد كشفت بأن على الحدود البيلاروسية قامت أوكرانيا بعملية مناورات باتجاه هذه الحدود، وبالتالي هم يستعدون لمعركة كبيرة قادمة من الممكن أن تغير النظام تماما إن ما نجحت، وبالتالي تصبح هنالك سيطرة كبيرة في هذه المنطقة، وعلى أقل تقدير أن يحققوا التقدم في دانييتسك ويغلقوا هذه المنطقة حتى الوصول إلى مفاوضات يبحثون عنها. على هذا الأساس هنالك تطورات استراتيجية غير طبيعية بين أوروبا وإيران، وكذلك ما ينعكس من هذه الأمور في الحرب الروسية الأوكرانية، والكل ينتظر كيف ستتطور الأمور بين بريطانيا وأوروبا من جهة مع إيران من جهة أخرى.